وللحديث عن تنامي نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا بعد فوز حزب إخوة إيطاليا اليميني في إيطاليا، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي. حياكم الله دكتور جمال. أهلا، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك دكتور جمال. يعني بعد فوز حزب إخوة إيطاليا في الانتخابات البرلمانية، كيف ترى تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا عموما؟ للأسف هذا التصاعد حقا يدعو إلى القلق، لأن في كل دولة أوروبية ما عدا إيرلندا يوجد حزب يميني متطرف، ولكن للأسف في بعض الدول حتى الآن يعني يأخذ الصدارة، وفي إيطاليا الآن ستكون رئيسة الحكومة هي من اليمين المتطرف، وعلينا لا ننسى السويد وننسى النمسا والمجر. لدينا كذلك في ألمانيا 11% من اليمين المتطرف الذي يسمي نفسه بالحزب الألماني البديل. فإذا للأسف هنا يوجد تصاعد، ونحن نعرف أن هذه الموجة ازدادت من يوم ما كان بوتين يدعم اليمين المتطرف في أوروبا، وكذلك ترامب كان يدعم ذلك. ونحن نعرف بأن بوتين يعني رصد لهذا الشيء حوالي 300 مليون يورو لكي يدعم اليمين المتطرف. الآن في ظل الأزمات للأسف يتصاعد هذا. هذا الوضع دكتور جمال، هذا الوضع كيف سيؤثر على المهاجرين والمسلمين في إيطاليا وأوروبا عموما؟ للأسف هذه الأحزاب دائما تأخذ المسلمين والمهاجرين دائما كشماعة، دائما تأخذهم كسبب، دائما تأخذهم كمادة للانتخابات، تخيف بهم مجتمعاتهم وتخيفهم من الزحف الإسلامي ومن أن بلادهم أصبحت بلاد غريبة، وأن نسبة المغتربين في البلد كبرت. فإذا هي تخوف بذلك، وهذا للأسف سيؤثر على المسلمين بشكل عام وعلى اللاجئين والمغتربين. وهذا عجب يعني، وهذا يدل على فشل الأحزاب الديمقراطية في هذه البلاد التي حقا لم تنجح في برامجها، ودعت الفجوة هذه أن تصل هذه الأحزاب إلى هذا المستوى. يعني ما هو شكل هذا التأثير دكتور جمال؟ نعم، دعني أقول آخر جملة. فهذا الآن حقا هو نداء لكل المسلمين وكل العرب وكل المغتربين أن يوحدوا صفهم، وأن أن 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 يقووا مجالاتهم لكي يقفوا في وجه هكذا تيارات. نعم، هل تتوقع تنظيما أكثر للصفوف في التيار اليميني بعد تصاعد نفوذه في عدد من البلدان كما ذكرت دكتور؟ نعم، هو للأسف هو ليس من اليوم ينظم صفوفه، هو ينظم صفوفه من الماضي. ودعني أقول حتى تنظيم الصفوف على المستوى الأوروبي وحتى على المستوى الأمريكي، هناك حتى التنسيق بين الولايات اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية، فهو سينسق أكثر، سيحاول أن يتقدم أكثر، هو يحاول أن يعطي لنفسه بعض الشرعية عندما يستطيع أن يقوم بائتلاف مع أحزاب يعني معقولة بشكل ما، ولكنه سيعمل بهذا الشكل. ولكن عندما تبقى الأزمة كما هي والوضع الاقتصادي فيه صعوبة والأزمات تلو الأخرى، كانت الأزمة الأوكرانية أو أزمة جائحة كورونا، فإذا هذه الأمور تؤثر، وبهذا الشكل تكسب هذه الأحزاب الأصوات لأنها تخيف مجتمعاتها من المشاكل الدائمة، فهي بهذه الطريقة تتسلق إلى المراكز العليا في الدول. نعم، يعني في ظل هذا التمدد لليمين المتطرف، ما هو توقعك لتصاعد هذا التيار شعبيا في أوروبا، لا سيما في ظل الأزمات التي يعيشها المواطن الأوروبي؟ نعم، هذا يتعلق في التطور في المستقبل إن بقيت هذه الأمور كما هي. إذا بقي اليورو في انحدار وهناك أزمة مالية والأزمة الأوكرانية تتفاقم، فربما هذه الأحزاب ستزداد يعني وتكبر ويكون لها قوة. ولكن كما قلت على الأحزاب الديمقراطية وعلى المغتربين والمسلمين والعرب بشكل عام أن يوحدوا صفوفهم ويقفوا وجه هكذا حملات، هذا الشيء متوقع. وللأسف في المدة الأخيرة هناك كذلك يعني يزداد الشعور القومي، الانتماء للوطن أكثر من الشعور في الانتماء للاتحاد الأوروبي، وهذا طبعا كذلك شيء مخيف. هناك ربما يعني أصوات تدعو إلى مثلا إخراج المجر من الاتحاد الأوروبي، لأن هناك حقا يعني يخرج من الصف. ربما هكذا أحزاب ووصولها إلى السلطة
ممكن تدعو إلى ذلك، ولكن ذلك ربما الشيء المطمئن في إيطاليا بأنها لن تقوم يعني ميلوني بهذا كذا عمل، لأن إيطاليا الآن حقا هي بأمس الحاجة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يدعمها دعما كثيرا إلى جانب اليونان. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من برلين عبر سكايب، عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي، شكرا جزيلا لك من جديد.